الأنسجة النباتية، الأنسجة الدائمة. 2. في الحدود الخارجية لنباتات مثل الأزهار، فإن الأوراق والساق والأنسجة الدائمة تعدل لتكوين الأنسجة الواقية، وهذه الطبقة تكون شريطاً بسمك خلية واحدة مغطى بالكيوتين لحماية الأنسجة الداخلية. ومع نمو السيقان والجذر، فإن الأنسجة في المحيط تصبح طبقات فلينية، وتكون هذه خلايا ميتة، ولا يكون لها مساحات بين الخلايا، كما أن الجدران تكون سميكة جداً بالسوبرين لمنع فقد الماء. وهكذا تكون وظيفة الخلايا الفلينية هي الحماية، ويكون للنباتات أيضاً أنسجة متخصصة في جذورها وساقها تسمى الأنسجة المركبة، تساعد في نقل الماء والأملاح والمعادن الغذائية إلى مختلف الأجزاء. وفي مقطع الساق نرى أن الأنسجة المركبة تكون من نوعين، الزلم واللحاء. والزلم هو النسيج الموصل، ويتكون من 4 أنواع من الخلايا. 1. برانشيما الزلم، وهو يشمل عنصري الزلم الأحياء فقط. 2. التراشيد، وهو عبارة عن خلايا مطولة بجدران منحدرة ثقيلة السمك باللجنين، وتحيط بتجويف فارغ كبير. 3. الأوعية، وهي هياكل اسطوانية أنبوبية تتكون من خلال صف من الخلايا توضع بأطراف متقابلة، والجدران العرضية بين الخلايا تتحلل بشكل كامل تقريباً أو بشكل جزئي لتكون قناة مستمرة أو أنبوب مياه يتم من خلاله أخذ الماء والأملاح إلى الأجزاء المختلفة من الساق. ويكون لها جدران شبه كاملة. أربعة، توفر ألياف الزلم الدعم الميكانيكي. يكون اللحاء نسيجاً موصلاً مكوناً من 4 أنواع من الخلايا. الأنابيب الغربلية، والتي تكون خلايا ذات جدران رقيقة وتوضع بأطراف متقابلة لتكون هيكلاً أنبوبياً رقيقاً، والجدران الطرفية العرضية لتكون صفائح غربالية يكون من خلالها سيتوبلازم أحد العناصر الغربالية مستمراً مع سيتوبلازم الصفيحة الغربالية الأخرى، وتوجد صفيحة فوقه وصفيحة تحته، وتغيب النواة في عنصر الأنبوب الغربالي الناضج، وتقوم الأنابيب الغربالية بنقل المواد الغذائية من الأوراق إلى الأجزاء الأخرى. تكون الخلايا المصاحبة هي خلايا صغيرة ترتبط بالأنابيب الغربالية، وكل خلية يوجد أنها تحتوي على سيتوبلازم كثيف ونواة كبيرة مطولة. برانشيما اللحاء، تكون خلايا برانشيمية عادية توجد بطول عناصر اللحاء. ويمثل الزلم واللحاء معاً الحزم الوعائية.